ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. الهلاك هنا كما قيل إما أن يكون هلاكا حسيا وإما أن يكون هلاكا معنويا. وأما التنطع فهو المبالغة في الكلام والتشدق فيه والتقعر في ألفاظه، هذا من حيث الأصل. ثم أطلق التنطع على القول والفعل، فمن تعمق في أقواله وفي أفعاله فخرج عن الحد الشرعي إما بزيادة وإما بنقصان فهو المتنطع الذي هلك. ولو سألت سؤالا ينبني على ما سبق في باب ما جاء في الرقى والتمائم، أهذه العبارة الصادرة منه عليه الصلاة والسلام أهي على سبيل الخبر أم على سبيل الطلب؟ أهي كعبارته عليه الصلاة والسلام: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أم ماذا؟ هذه الجملة تحتمل أن تكون طلبية، بمعنى أنه عليه الصلاة والسلام دعا بالهلاك على المتنطعين، ويحتمل أن تكون خبرية فتكون خبرا منه عليه الصلاة والسلام عن هلاك المتنطعين. لكن إذا كانت طلبية فلماذا جاءت بصيغة الخبر؟ لأنه ليس هنا صيغة دعاء، فلماذا جاءت؟ البلاغيون يقولون إن الجملة قد تأتي في سياق الخبر ويراد منها الطلب لفوائد مرت معنا: هلك المتنطعون، بمعنى اللهم أهلك المتنطعين. ما فائدته مجيء الدعاء في صورة الخبر؟ فائدته كأن هذه الدعوة قد وقعت وتحققت، فيكون فيه تخويف وترهيب للمتنطعين. قالها ثلاثة، أي قال هذه الجملة ثلاث مرات. لما قالها عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما يسمى بالإقناع، إما أن تكرر الكلمة وإما أن تكرر الجملة، وهنا كررت الجملة، فهو قد قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. لكن الراوي اختصر، فبدل أن يذكرها ثلاث مرات ذكرها مرة واحدة وقال: قالها ثلاثة. فهذا من باب الإطناب الذي يراد منه التحذير من ماذا؟ من التنطع.